دلوقتي هنعمل الوصفة التانية، وهي صينية الفراخ بالتوست. الوصفة دي علشان نعملها عايزين توست، وعايزين طبعا فراخ، عايزين زبدة معلقة صغيرة زبدة وزيت، وعايزين بصلة، مشروم، فلفل ألوان، عايزين جبنة موتزاريلا وجبنة تشيدر، وعايزين توم، ملح وفلفل، ورشة جوزة الطيب. الخلطة اللي عايزينها علشان خاطر هنحطها فوق التوست هتكون عبارة عن قشطة ولبن وجبنة كوبايات. طيب دلوقتي هناخد معلقتين تقريبا كده زيت، وهنبتدي نقلي أول حاجة الفراخ، الفراخ للصينية. طيب خلينا نبتدي نرص الفراخ بتاعت التوست بتاعنا، وعلى ما تستوي الفراخ برضو هنعمل الخلطة اللي هنحطها عليها. نحط الجبنة، والقشطة، واللبن، نحط بقى شوية ملح وشوية فلفل، هنحط البصل والثوم، هنحط كل الحاجات اللي ما حطيناهاش بقى دلوقتي عشان ايه كله يكمل سوا مع بعضه ومع بقية الحاجة اللي عندنا. اول ما بحس ان الفراخ قربت تستوي هاخد المشروم وهحطه، وهحط كمان شويه جوزة الطيب، دايما بحب احطها اخر حاجه عشان تفضل نكهتها كده قويه. من الخليط اللي عندنا ده ونحط على التوست، هناخد شويه من الجبنه وهنحطها كده، والجبنة، ونرجع نحط كمان طبقة من التوست. خلاص دلوقتي هناخد برضو بقية الخليط اللي عندنا وهنحطه برضو على الوش. خلاص هناخد كده دلوقتي الجبنة اللي عندنا وهنحطها بقى كلها على الوش، وهندخل الكلام ده كله على الفرن. وعلى الفرن هخليها بقى على درجة حرارة 200 لغاية ما المكونات كده تتجانس والصوص شوية تتخفر والجبنة تسيح، يعني هتقعد تقريبا كتير قوي ربع ساعة.